بونجور، مرحبا بكم في لا بوزيتيف، اون شان اللي عملتها باش نجاوب على لي كاسيون ديالكم في التغذيه والكوزميتيك. انا ايمان نوتريسيونيست كوزميتولوج، ونتمنى دائما نكون عند حسن الظن ديالكم. اول خيار كيكون عندنا ملي كيضرك راسك هو انك تمشي تاخذ واحد القرص ديال لاسبيرين. سي فري كو لاسبيرين عنده بزاف ديال الفوائد، ما نقولوش فوائد ولكن هو اشهر مسكن الالم، يعني فعال في تسكين الالم، في اونتي انفلاماتوار، يعني مضاد للالتهابات، كي مضاد لتجلط الدم. دونك عنده بزاف ديال الحوايج اللي كيتستعمل فيها، ولكن كغيره بحاله بحال ادويه كثيره او لك جميع الادويه نقدروا نقولوا على المدى البعيد عنده اضرار. لاسبيرين على المدى البعيد تقدر دير لنا قرحه، تقدر دير لنا نزيف، تقدر دير لنا الكلاوي، دير لنا الكبده، تعمل لنا فقر الدم. دونك هو كدواء ما خصوش يتخاد، خاصه ما خصوش يتخاد بزاف. غتقولوا لي وعلاش الاطباء كيوصفوه؟ سي نورمال، بعض المرات كيكون الفائده اكثر من الضرر، فما تيكونش عند طبيب بديل وكيخصو يوصف هذاك الدواء. المشكله ان الناس راه ما تياخذوش لاسبيرين بوصفه ديال الطبيب، فاي واحد كيحرقوا راسو راه كيمشي ياخذوه، وكياخذوه بشكل كبير بزاف. دونك بالنسبه ليا ما غاديش نهضر لكم اليوم على لاسبيرين من 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 الزاويه فارماكولوجيك ولا من الزاويه الطبيه، لان هادشي ديال لي فارماسيان وديال لي ميدسان، شي تخصص ديالي انا. انا غنجي نهضر لكم من الزاويه الغذائيه، وغنقول لكم انه كاين اسبيرين طبيعي. كاين اسبيرين طبيعي. غتقولوا لي كيفاش؟ عمرنا سمعناها، مستحيل، نتوما الناس ديال التغذيه كتزيدوا فيه الهضره اللي كنسمعها كل نهار. نو، كاين اسبيرين طبيعي، لان ملي كنجيو نشوفوا لاسبيرين هو شنو هو؟ هو حمض لاسيتيل ساليسيليك كيتصاوب انطلاقا من واحد المركب عضوي اللي هو حمض ساليسيليك. هذا المركب العضوي كاين بصفه طبيعيه في بعض الاغذيه والنباتات والاعشاب، بعض الاغذيه بحال اللوز مثلا، لان بعض الاغذيه بنسب متفاوته غنصنفهم لدو كلاس. الصنف الاول تقريبا كيتواجد فيها بنسبه 1 غرام لكل 100 غرام، بحال مثلا اللوز. داكشي علاش نقول لكم الا درك راسك خذ واحد الحفينه ديال اللوز، شرب ميها وارتاح شويه، لان فيها هذا لاسبيرين طبيعي. فماشي غير اللوز، كاين في المشماش، كاين في المهايا ولا الملون ولا الشمام، كاين في المطيشه، في الفجل، في زيت الزيتون، في الفطر، في التمر. دونك كاين في بزاف ديال الاغذيه. وعاد كاين في الاعشاب بحال الزعتر البري، بحال الازير ولا اكليل الجبل، وكاين في توابل بحال الكركم، خرقوم بلدي، الكمون، القرفه. دونك هادو كاملين مفيدين، وتاخذوهم سختو ملي كيكون عندكم الام ولا التهابات ولا هذا، غادي يعاونوكم. وكاين اغذيه اللي فيها هاد الاسبيرين طبيعي بنسبه اقل، كتوصل 0.5 غرام لكل 100 غرام من الغذاء، بحال مثلا الافوكا، بحال مثلا القرقاع، البروكولي، بطاطا حلوه وهذه الوقيته ديالها. دونك هادو حتى هما نستافدو منهم. دونك انا علاش بغيت ندير لكم هاد لا فيديو؟ باش نبين لكم انه ماشي دائما نختاروا الادويه باش نعالجوا بعض المشاكل الصحيه اللي كتكون عندنا، نخليو الدواء هو اخر حل، ونلتجئوا لحلول طبيعيه غذائيه اللي غادي تساعدنا بشكل كبير، لان اغلبيه ديال لي برينسيپ اكتيف اللي كيكونوا في الادويه راه مستخلصه من الاغذيه. كذلك ما نلتجئوش ديما المكملات، لان نحاولوا ما امكن اننا ناخذوا من الغذاء، لان الغذاء كيكون فعاليته كبر من المكمل في احيان كثيره. دونك الا في حالات اللي كتكون جد جد مستعصيه وكتستدعي لهذاك المكمل. ولا شفتوا اللائحه ديال الاغذيه اللي كتحتوي على لاسبيرين طبيعي، غيبان لكم بانه غيبان لكم انه لائحه كبيره ما شاء الله. اي دونك كتبين انه الطبيعه راه كتسخر علينا بخيرات كثيره، نحاولوا ما امكن اننا نستغلوها. الفيديو ديالنا اليوم سهلة، نتمنى واخا يكون قصير يكون في معلومات اللي تفيدكم، ونلقاكم على خير فيديو مقبل ان شاء الله. وقبل كنقول لكم شكرا بزاف على التشجيع ديالكم، على الثقه ديالكم، شكرا الناس اللي انضموا لنا جداد، مرحبا بكم. ونتمنى دائما نكون عند حسن الظن ديالكم. السلام عليكم.